هاني شاكر يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. الوقفة اعتراضا عن كل من يتطاول على رمز النقابة، الأستاذ هاني شاكر ممثلة في أعضاء المجلس، ممثلة في أي رمز موسيقي يخص نقابة المهن الموسيقية، بتطاول بالقول أو باللفظ أو التدخل في أشياء لا تعني أي شخص إلا النقابة وأعضاء مجلسها. المعلومة بتاعتنا بتقول إن بنصنف إن في موسيقى خطأ وفي موسيقى المفروض بإن هي بتأدي لأشياء، اي نعم زي ما هما بيقولوا دي ميتال، يعني ميتال يعني مصنفه ان اي حد يقدر يلعبها، مظبوط اي حد يقدر يلعبها، بس اللي يقدر يلعبها شخص يكون مؤهل انه يلعبها، يكون عضو في النقابه وما يتدخلش في اشياء ولا دينيه ولا احاءات تثير اي غرائز. فمن هنا اعتراضنا على اي شخص يتجاوز او يتدخل في شان خاص بالنقابه. هاني شاكر يا ناقبنا، عايزينك ترجع لبيتنا، عايزينك ترجع لبيتنا. Ha ha ha!